هيكون دلوقتي نروح لكوتيفوار، معانا معالي السفير شريف صيف، نطمن طبعا سفير مصر في كوتيفوار، نطمن طبعا على بعثه منتخبنا. مساء الخير يا سعاده السفير. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك ومنور قناه الزمالك، وكل سنه وحضرتك طيب. ميرسي، وحضرتك طيبه يا فندم. ميرسي. عايزه اطمن من حضرتك على بعثه منتخبنا الوطني. زي ما حضرتك عارفه البعثه وصلت امبارح بسلامه الله، الحمد لله، الساعه 9 9 ونص كده اتجهنا للاوتيل، ويعني موضوع الاقامه والتسكين في الاوض تم بسرعه الحمد لله، والاستقبال برضو في المطار الحقيقه يعني كان على اعلى مستوى من الجانب الاجباري. كان في تعاون كبير من السلطات الاجباريه. انا دايما بقول يعني ابيجان عاصمه كبيره والامكانيات اللي عندهم كبيره، الايجواريين عاملين يعني استعدادات ضخمه للبطوله ومهتمين جدا بمشاركه كل الفرق، سواء الفرق المصريه او الفريق المصري او غيره. وده بينعكس كمان في الاهتمام الشديد من المسؤولين الايجواريين بلقاء المسؤولين البعثات الدبلوماسيه. احنا التقينا معاهم كذا مره واتكلمنا على اهميه دايما يعني زي نوع من انواع التامين للبعثه، تحركاتها وفي الاوتيل، وبرضه في حركتها الى ملاعب الفندق بتاع الاقامه. انا حاليا في فندق الاقامه مع الساده الافاضل السيد رئيس البعثه وكابتن حاج الامام السيد جيل طيرنبالي ومع كابتن محمد غرابه، واحنا يعني منتظرين دلوقتي هنتحرك الى ملعب ان شاء الله. ده اول تدريب للمنتخب، ويعني نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، ربنا يوفقه. عايز اطمن من حضرتك اولا الاوتيل بعيد عن ارض الملعب، وكمان اطمن من حضرتك برضو على حاله الطقس في كوتيفوار او في ابيجان. لا الطقس يعني زي ما بقول هو الطقس مش الطقس كروي، ولكن المشكله بس في الرطوبه، في الرطوبه العاليه، نسبه الرطوبه تصل 90%، ولكن ما فيش نقص اكسجين زي في بعض الدول الاخرى، فده طبعا بيساعد على الحركه اكثر من دول بيبقى مرتفع عن سطح البحر. بالنسبه لملعب التدريب وملعب اللي هتقام عليه المباريات، اولا الملعب اللي هتقام عليه المباريات ان شاء الله هو يبتعد عن الفندق الاقامه بحوالي 3 دقائق فقط. عظيم. ولكن ملعب التدريب يبتعد حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة، ولكن مع وجود يعني زي ما بنقول اللي هو الركاب وتسهيل المرور من جانب السلطات الإيجوارية، إحنا بنبقى بنتفادى الزحام وممكن نوصل في الثانية 20 دقيقة 15 20 دقيقة إن شاء الله. يعني ما كنت عايز أسأل حضرتك عن الترتيبات اللي ما بين السفارة والبعثة خلال فترة وجود المنتخب الوطني. احنا منسقين معاهم من قبل، يعني انا التقيت وانا في مصر اتشرفت بلقاء السيد جمال عبد الفتاح، والتقيت مع المسؤولين في الاتحاد، وطبعا اتشرفت ايضا بلقاء الدكتور اشرف صبحي. يعني كان في اهتمام من جانب كل المسؤولين ان يبقى في تنسيق تام وكامل بين السفاره وبين السلطات في مصر، وبننسق في امور كثيره يعني سواء في فنادق الاقامه او في ملاعب التدريب او فيما يتعلق بموضوع التذاكر ان شاء الله. وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه تكون فيها تواجد جماهيري مكثف للجماهير المصريه. كنت عايز اسال حضرتك برضو بالنسبه لكوتيفوار، هل كوتيفوار مستعده لاستقبال 24 فريق؟ الحقيقه كوتيفوار يعني عندها الامكانيات اللي تؤهلها لاستضافه مثل هذا الحدث، وحدث كبير. والنهارده كان في مؤتمر صحفي كبير لرئيس اللجنه المنظمه ويعني هو ابدى استعداد كوت ديفوار للاستضافه، ومشير كمان واشار كمان الى ان الملاعب تم تجديدها، في بنيه تحتيه قويه، والحمد لله يعني اتخيل ان شاء الله التنظيم هيكون على مستوى عالي جدا يا رب ان شاء الله. وعايزين نطمن برضو على الجماهير المصريه في كوتيفوار، هل يعني كوتيفوار تحظى بجماهير مصريه عديده؟ وكلمنا برضو يعني اكيد الجاليه المصريه كمان يعني اعدادها قد ايه؟ الجاليه المصريه مش كبيره، مش زي جالياتنا طبعا في دول ثانيه، ولكن هم يقضي حوالي 3 او 4000 مواطن، وفي ابيجان برضو في يعني عدد لا باس به، اتخيل ان هم
مهتمين جدا بالمشاركه. وامبارح كان في المطار طبعا جانب كبير من الجاليه منتظرين. عايز اسال حضرتك برضو، لو في مصريين هيسافروا من هنا لكوتيفوار، هل هيبقى في ليهم بعض التسهيلات؟ معلش حضرتك كان سؤال مفضل، بقول لحضرتك لو في مصريين هيسافروا من هنا لكوتيفوار طبعا لتشجيع المنتخب الوطني، هل هيبقى ليهم بعض التسهيلات؟ هو الموضوع ده طبعا بنناقشه برضو مع الاتحاد المصري لكره القدم، وزي ما حضرتك عارفه في دورات سابقه حصل كان فيها طيران عارض، يعني طياره بتروح وترجع في نفس اليوم، ويمكن ده بس تم لما بعد ما نتخطى المجموعات ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله لو ربنا كرمنا وعدينا اتخيل ان هيكون في فرصه حضور جماهيري من مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله. معالي السفير، برضو كنت عايز اسال حضرتك، طبعا كل منتخبنا كله نجوم كبار وعلى اعلى مستوى، ولكن طبعا صلاح دائما يحظى باهتمام كبير، هل يعني في تامين خاص لصلاح واستقبال كمان خاص بصلاح؟ يعني هو التامين، ايوه فندم، لا طبعا، يعني هو طبعا هنا احنا دلوقتي متجهين لملعب التدريب، وطبعا في تواجد مكثف بعيد، ولكن مش بيقدروا يخشوا طبعا لان في حواجز امنيه وفي اهتمام كبير، ولكن في تامين من جانب مش لمحمد صلاح بشخصه، ولكن للبعثه ككل. عظيم. وزي ما باقي البعثات برضو اللي موجوده هنا في تامين على اعلى مستوى، وفي سيارات بتتحرك معانا من الجهات اللي احنا فيها سواء الاوتيل او الفندق الى ملاعب التدريب والى غيرها من الاماكن. يعني عايزة اطمن برضو على الجماهير، جماهير كوتيفوار قد ايه متحمسين لهذه البطولة؟ لا لا، اجواء احتفالية كبيرة جدا، يعني اجواء احتفالية كبيرة، وبيعتبروا ده يعني حدث ضخم. هم طبعا قبل كده ما كانش كوتيفوار استضافت البطولة سنة 84، وكان يمكن عدد الفرق 8، لكن دلوقتي الاعداد زادت جدا، وعدد الفرق مثلا بيصل الى اكثر من الى 24 فريق. فطبعا ولا انا غلطان؟ مش هو 24؟ عظيم. ايوه 24. ايوه ايوه. فطبعا اهتمام كبير منهم، والجماهير يعني هنا في اجواء احتفاليه كبيره. حتى في المطار، مطار ابيجان، كان في اجواء احتفاليه استقبال البعثه، وبرضه في استقبال البعثات الاخرى. يعني الاعلام بقى الايفواري بيتكلم على البطوله دي ازاي بصفه عامه، يعني كيف بيتناولها؟ بيتناولها برضه بنفس الطريقه، ان هو ده حدث ضخم، وان كوت ديفوار بيستضيف الحدث لتؤكد على طبعا قدرتها على استضافه مثل هذه الاحداث والاحداث الدوليه بوجه عام، يعني الاحداث الرياضيه الدوليه بوجه عام. يعني زمان انا اتذكر زمان كان كاس العالم ده في 24 فريق، فدلوقتي لما دورة زي دورة كأس الأمم الأفريقية يبقى فيها 24 فريق، يعني ده يعني إن في إمكانيات كتيرة، فهم بيهتموا بإبراز هذا المجهود. دي حقيقة. أنا بشكر حضرتك جدا معالي السفير، وأسفة طبعا تعبت حضرتك معايا، وبشكر طبعا ساعة صدر حضرتك، وكل التوفيق برضه لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في كوتيفوار.